السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله وتوكلت على الله. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم دبس الرمان. عندنا الرمان الأحمر هو هذا، جبته غسلته وفركته، ومنين فركته وليت غسلته ودرته يستخطر من الماء. هو هذا، هذا دبس الرمان عنده عدة استعمالات. هو كيجي بحال شكل السيرو، يعني هذاك اللي كتشريو من المحلات وديك الشيء، هذا كيجي افضل منه. يعني كسيرو غتحتاجو في الحاجه اللي في العصائر تضيفو، في اي حاجه صوبتيها، في الزين ديال الحلويات لي كيك، جميع الحلويات اللي كتصاوبو في الدار وكتزينو غتزينو بهذا السيرو. ولا غتستعملوه كشكل مربى او لا كمحلي طبيعي، لانه ما فيه لا سكر ما فيه حتى شي اضافات، يعني شي حاجه اللي طبيعيه وراه كيتشرب الثمن وكتكون فيه مواد حافظه وكيكون فيه سكر. اما هذا راه كنصاوبو بلا سكر. اصلا الرمان راه حلو، حلو فاش تشريو منين تجبرو هذا الرمان الاحمر حلو، هو اللي تستعملو منو هاد الدبس او مربى، كيجي رائع بدون اضافات. وبالنسبه لواحد النصيحه، الانسان الا كان خدا الرمان وما جبروش كله احمر، شي مره كيكون فيه شي حبات بويض، غتجيبو واحد الحبات الباربه غير حبه صغيره وتقسمو وتنقيوها وترميوها مع هذا يطيب. فاش تعصروا هذا غديروها معاه في الطاوة طيب، وما طحنوهاش معاه، يعني فاش يطيب غير يطلق لكم اللون. وغتحيدوا ديك الباربه، تحيدوها جانبا وتخليو غير الدبس هذا، غير يعاونكم غير بالنسبه للون، راه ما كيعطي لا تغيير لا والو، راه ديجا مصاوبه بالطريف ديال الباربه، ماشي مشكل، ما كيجيش هذا غير كيزيد يعطي اللون احمر كثير. هذا الرمان اللي بغى يطحنه في الطحانه اليدويه غيطحنه، يعني كيبقى العظومه فيها. واللي بغى يديرو في الخلاط الكهربائي غصو ضروري خصو يصفيه. واللي عنده هاد الاله هذه اللي كتصفي صافي غيستعملو فيه. انا غنطحنو في هذه ورجع معاكم. بسم الله. هانتوما هاد الاله كتخرجو بصفي ناضي، يعني كتلاح حنايا الرمان، هادو غير الحبيبات اللي طاحو لي، كتلاح حنا الرمان وكيخرج مصفي. هو التخت كيجي لهنا العظومة ديالو، والسائل هو كيهبط، هو هدا اللي عندنا هنايا هانتوما كتشوفو. انا ما خدمتهاش لان كدير صداع بزاف، مبغيتش تبقى نصدعكم. انا غنكمل ونرجع معاكم. هانتوما الى عصرت عطاني هاد الكمية هادي، هانتوما اللون ديالو احمر. دابا ما غنديرو حتى شي حاجه، نحطو فوق النار ونشوف مغرفه الخشب وغنبقى نحركو حتى يعقد، وغنوريكم ونرجع معاكم ونوريكم. ديك الكميه عطاتني جوج كوب ونصف، هذا يعني طرو ونص، هذا كيهز نص طرو، عطاتني جوج، قول جوج وربع لان ما عمرتهمش عليها، جوج وربع يعني راه مزيان. هاد الكميه استعملوها، عطي الانسان مره اخرى يجيب ويستعمل. هانتوما اللون ديالو احمر، ردوه دابا فوق النار، ما تكونش مجهده وما تكونش ناقصه بزاف، تكون شويه متوسطه. وحنا مع التحريك ضروري خص التحريك حتى يعقد، وغنوريكم كيفاش الشكل ديالو النهائي. انا اللي بغيت ان الانسان يستغل الفرصه، هذا وقته ما يستغناش على هذه الوصفه، هذه ضروري تكون عنده في الدار. ثم هو دا كيغلي، دابا هاد الرغوه نجمعوها وخصنا نبقاو نحيدوها. تحيد شو اللون ديالو كيف غامق. هانتوما شوفو فين ما تكون هاد الرغوة، هاد الكشكوشه هادي نحاولو نحيدوها، هادي غتكون كتطلق شويه المرار، اللهم نحيدوها. و هانتوما شوفو كي دايره هنا، نحيدها شفتو. خليو عليه البوطر، ما ناقصهاش وما مجهداش، تخليوه على خاطرو تا يوجد.
ها هو ده دبس الرمان ديالنا وجد. ها نتوما شوفوا البنات، يعني جا عاقد. هذا غتستعملوه كيف قلت لكم في جميع الاشياء اللي كتبغيو تحليوها ولا تزينوها. هو هذا جاهز، وها نتوما بلا ثلاجه غيبقى عام سنه كلها كيبقى هكذايا. انا مازال عاد غنزيد لان هذا الرمان الاحمر يلاه دخل، عاد نزيد كميه كثيره ونولي نصاوبها بمره. هذا جربت لكم غير هاد شويه باش تشوفوها نتوما كيف تشوفوا جا عاقد وغزال. انا خليته ثقيل على حساب باش يبقى لي مده اطول، واللي بغى خفيف غيستعملوه بحال سيرو. هانتوما هذا هو ده دبس الرمان، يعني طبيعي بدون مواد حافظه ولا حتى شي حاجه. ونتمنى تجربوه وينال اعجابكم. ها هو ده دبس الرمان ديالنا واجد، ونتمنى ينال اعجابكم. وانا يعني كنطلب منكم تجربوه غيعجبكم بزاف. وما تستغناوش على هذه الوصفه، تبقى عندكم شي اشياء خصنا دائما تبقى عندنا في الدار نستعملوها بيدينا. هانتوما كتشوفوا كيبقى مده عام، بخصوص هاد القراعي اللي كيتسدوا ما كيدخلوش النفس، راه دابا موجودين عندنا. سمحوا لي كان كما كتشوفوا. يعني الانسان كيف قلت لكم هاد الاشياء حاولوا ما امكن تصاوبوها في ديوركم وتبقى عندكم دائما في البيت. الاشياء الطبيعيه كتكون زوينه وتصلح لكم في الدار وفي الصحه والراحه. ونتمنى ينال اعجابكم هذا الفيديو، وفي ملتقى اخر ان شاء الله فيديو اخر. مع السلامه. ها هو ده دبس الرمان ديالنا واجد، ونتمنى ينال اعجابكم. وانا يعني كنطلب منكم تجربوه غيعجبكم بزاف. وما تستغناوش على هذه الوصفه، تبقى عندكم شي اشياء خصنا دائما تبقى عندنا في الدار نستعملوها بيدينا. هانتوما كتشوفوا كيبقى مده عام، بخصوص هاد القراعي اللي كيتسدوا ما كيدخلوش النفس، راه دابا موجودين عندنا. سمحوا لي كان ثم كتشوفوا. يعني الانسان كيف قلت لكم هاد الاشياء حاولوا ما امكن تصاوبوها في ديوركم وتبقى عندكم دائما في البيت. الاشياء الطبيعيه كتكون زوينه وتصلح لكم في الدار
وبالصحة والراحة. وتمنينا لإعجابكم هذا الفيديو، وفي ملتقى آخر إن شاء الله، فيديو آخر. مع السلامة.